نظمت مؤسسة فاهم للدعم النفسي احتفالية بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمناسبة مرور عام على إنشاء المؤسسة وتنفيذ 100 نشاط في ملف الصحة النفسية لعام 2023-2024 في ضوء رسالتها التي ترتكز على نشر ثقافة الصحة النفسية وزيادة الوعي المجتمعي حول الاحتياجات اللازمة للمرضى النفسيين وإمكانية علاجهم وإدماجهم بالمجتمع. بالتأكيد إنه هذه المؤسسة لما اشتغلت في خلال هذا العام على المدارس، على الجامعات، مع المجلس القومي للمرأة، مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع منتدى شباب العالم، الحقيقة عملنا بروتوكولات كثيرة جدا عشان نقدر إن إحنا ندخل كل أو نتعامل مع كل الشرائح اللي بتمر بحالات نفسية. الاهتمام إن إحنا نعمل توعية في مجتمعنا ونقلل الوصمة اللي مرتبط بالمرض النفسي ده حلم واتحقق اللي عملته جمعية فاهم. دي حاجة أنا بقالي بأكتر من 40 سنة في المهنة دي، بس اللي شفناه في السنة اللي فاتت ده تغير حقيقي في ثقافة المجتمع المصري فيما يخص موقف المريض والاضطرابات النفسية معنا. تضمنت فعاليات الاحتفالية جلسة حوارية تحت عنوان الدين والصحة النفسية، تناول الحديث عن العلاقة بين الدين والصحة في مقاومة الضغوط النفسية ودور ذلك في بناء الشخصية الإيجابية القادرة على مواجهة التحديات والصعوبات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. لو الواحد بطنه وجعته ينفع يروح لدكتور عظام؟ كذلك النفس لما يحصل لها شرخ أو جرح أو ألم أو مشكلة لازم يروح لحد متخصص، وده أساس الدين. الحقيقة مؤسسة فاهم للدعم النفسي بتعمل دايما رسائل جميله فيها سبورت واضافه وقيمه كبيره وعطاء كبير قوي. في حقيقه بروتوكول تعاون اتقدم ما بين مؤسسه فاهم للدعم النفسي، ما بين اسقفه الخدمات، ما بين الجمعيه العامه للامراض النفسيه او الدعم النفسي في المجمع المقدس. يعني الكنيسه بتشارك بقوه جدا مع مؤسسه فاهم. مؤسسه فاهم حققت نجاح كبير جدا وعلى مستويات كانت مفاجاه، لانه احنا تخيلنا انه فاهم هتكلم النخبه، ده ما حصلش. على مدار السنة فاهم اشتغل في مؤسسات الصحة النفسية في مستشفى العباسية، نزلت في الشوارع وفي المدارس وفي في جمعيات المجتمعات الدينية، يعني في الأزهر والكنيسة كانوا شركاء. فده نجاح أنا بشكرهم عليه، وأنا فخورة بأن هم بيعملوا ده بقلب وبإحساس حقيقي. تعد مؤسسة فاهم للدعم النفسي أول مؤسسة في العالم العربي تهتم بشكل أساسي بدعم الصحة النفسية وتوظف أنشطتها لتساعد في التغلب على التحديات التي تواجه التدخلات في مجال الصحة النفسية.